التليفون يا صالح. ايه المكالمة الحلوة دي يا واد عمي؟ والله لو صبرت شوية كنت هتلاقيني أنا اللي بتصل بيك عشان أقول لك كفارة، وبفكر كمان أذبح لك عجلين حلاوة خروجك بالسلام. لا وفر عجولك، اكديه اكديه ناوي أذبح، بس مش عجول. ايه؟ بني آدمين؟ بني آدم واحد وشكله بيعجل بذبحه. لو تقصدني تبقى عارف إنك كذاب، وهي دي حلاوة الحكي عن الفعل. الفعل للأسف محتاج قلب ودراع، إنما الحكي مش عايز غير لسان. وشرف اللي خلفتك وانا اللي قتلتها لك، لحسسك بقوة القلب وطول الدراع. برضك لسان. ولدي فين يا عساف؟ انهي واحد فيه؟ اللي بتاعك لوحدك ولا اللي متقسمين فيه؟ ولدي فين؟ وانا يعرفني، لو قتله هقول لك وابعت لك جتته كمان. ولو طلع معاك هتعمل ايه؟ هتخصمني؟ مقدرش اخصمك، ده انت نور عيوني، وانا بقتلك بس هعذبك شوية زيادة. طالما جبت سيرة العذاب يبقى هقول لك الحقيقة، ولدك مش معاي. أرجوك ما تعذبنيش. أرجوك ما تعذبنيش. تصدق ينفع نعملوها مطلع أغنية ونجيب المرحومة أمك تغنيها؟ غلطان اللي اتكلم على تات كيفك. إيه الدنيا؟ ما فهملوش. بقول لك ايه يا غالي، لو حابب اعدي عليك ندوروا على الواد سوا. ولدي عندك ولا لا؟ لا، وكلمتك تاني عشان ابقى انا اللي قفلت في وشك. ايوه.